الفنان البرازيلي أنطونيو مانويل كان من بين الفنانين المشاركين في المعرض الذي استقبله المركز البلدي للفنون في نيقوسيا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مؤسسة فاروس تراست الثقافية، وقدم أعماله تحت عنوان Occupation Discoveries، وهو يطرح السؤال عن العلاقة ما بين الداخل والخارج، وكان نفذه بمناسبة مرور 500 عام على اكتشاف البرازيل واحتلالها من قبل البرتغال. أنطونيو مانويل هو من أهم الفنانين في البرازيل، وهذا العمل صمم لمتحف الفنون الحديثة في نيروتي. والمثير أن هذا العمل صمم في ظرف محلي هناك عنوانه احتلال اكتشافات، وجاء معبرا عن الواقع القبرصي المحلي. فالجزيرة منقسمة إلى قسمين، والحدود متواجدة والعوائق، فهناك حدود ملموسة بالإضافة إلى الحواجز النفسية والعاطفية. And there are physical barriers, but there are also emotional, mental barriers at work. وهذه أعمال لفنانين أرمن من الحقبة ما بعد السوفيتية، ونحن أقمنا معرضاً شاملاً عن هذه الحقبة في العام 95، والعمل تم في المشغل الأساسي في أرمينيا في يريفان في نهاية الثمانينيات، عندما كان هذا النوع من الفن يمكن أن يقودك إلى السجن. المعرض استقبله المركز البلدي للفنون في نيقوسيا.